ذكرى ياسر عرفات. عندما نتحدث عن ياسر عرفات نتحدث عن اسم يليق بوطن بأكمله، نتحدث عن قائد ثورة، عن مفجر ثورة فلسطينية، عن رجل أمضى كل حياته فقط لفلسطين، فقط لهذا الشعب المناضل، لهذا الشعب الأسير، لهذا الشعب المحاصر. يعني ما في كلام يوصف أبو عمار. أبو عمار فكرة، والفكرة عمره ما بتسقط. أبو عمار رمز، الرقم الصعب. أبو عمار محبك بحجم الوطن. هي شبيبة فتحوية، هي شبيبة فتحوية، هي شبيبة فتحوية، هي جئنا اليوم إلى جامعة الأزهر لنحيي ذكرى القائد المرحوم ياسر عرفات. جئنا لنجدد البيعة ولندلل على أن الثورة مستمرة. رحل فينا ياسر ولكن بقى فينا روحا، رحل جسدا ولكنه باق فينا روحا لا تغيب. أسوار الجامعة هذه تشهد لمواقف ياسر عرفات، جميع الجامعة تشهد لياسر عرفات. اليوم نقف جميعا صفا واحد في ساحة الشهيد ياسر عرفات في جامعة الأزهر، جامعة الأزهر التي أرسى قواعدها الراحل ياسر عرفات. اليوم الشبيبة الفتحوية جاءت هنا لتثبت للجميع بأن ياسر عرفات قادر على الإنجاب حتى وهو ميت. في ذكراك سيد الرئيس سنفتقدك كثيرا حين نهنئ بعضنا البعض بالنصر ولن نجدك بيننا. سنفتقدك كثيرا حينما يرفع شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهرات فلسطين علم فلسطين فوق مآذن القدس وفوق كنائس القدس. قائد الرمز أبو عمار الذي أقسم بيمين الثوار أن يلحق بقافلة الشهداء الأبرار، فنعم البطل المغوار الذي عجزت عن حقيقته الأقمار وسقط أمامه كل الكبار، فلو قذفوه في البحار وصلبوه على الأشجار وصنعوه ووضعوه تحت الأمطار لن يسقط القاتل.